אהלן וסהלן פיקו, היום بدنا نبدا بدروس بموضوع الايمونولوجيا. الدرس الاول بده يكون عن رد الفعل المناعي. في عندنا 5 دروس برد الفعل المناعي اللي فيه بدنا نحكي عن جهاز المناعه بجسم الانسان، مكوناته، كيف الجسم بيتعامل مع أجسام غريبة بتهاجمه وكيف بدافع عن حاله. فنقاط الهامة اللي بدنا نحكي فيها اليوم هي مركبات جهاز المناعة، النخاع العظمي، غدة التيموس، الجهاز الليمفاوي والطحال، تطور خلايا دم من خلايا جذعية مكونة للدم. هاي المواضيع تبعت درس اليوم. في البداية الكتاب التعليمي اللي وكتاب جديد بدأ التعليم فيه من سنة 2019-2020، إصداره كان بال 2019. الكاتبة الكتاب دكتور روتم فينيجر بريش اللي هي مرشدة قطرية بوزارة المعارف. الدروس اللي بنقدمها بموضوع الإيمونولوجيا والبرنامج التعليمي بموضوع الإيمونولوجيا بنطاق الأنظمة البيوتكنولوجية، الخمس وحدات أنظمة بيوتكنولوجية، يعتمد على هذا الكتاب. تقريبا كل الصور وكل الأفلام اللي رايحين نعرضها بخلال هاي الدروس بالشرائح العرض مأخوذة من هذا الكتاب، وبالتالي الكتاب موجود كPDF بموقع البيوتكنولوجيا تبع وزارة المعارف. كتير منيح انكم تراجعوه. احنا من خلال الدروس هاي رايحين كمان حل اسئلة اللي موجودة بهذا الكتاب. فالمقدمة ماشي بحسب تسلسل الكتاب رايحين نحكي فيها رايحين نعرف فيها شغلات مختلفة. فاول شغلة احنا لسه بموضوع البيوتكنولوجيا بنطاق الهندسة الوراثية ما حكيناش عن أجسام حيوانات اللي متكاملة اللي مكونة من أنسجة مختلفة بتحتوي على مليارات من الخلايا اللي بتكمل بعض. احنا حكينا طبعا عن خلايا حيوانية وخلايا نباتية، مستنبتات خلايا حيوانية وخلايا نباتية، بس ما حكيناش عن جسم كامل متكامل. بالكائنات الحية الدقيقة إذا متذكرين قلنا إنه الكائنات الحية الدقيقة هي كائنات حية مكونة من خلية واحدة، وبالتالي مش هناك شيء بنسميه جهاز مناعة مكون من مليارات من الخلايا اللي بتكمل بعض وبتعمل على منع انتشار أمراض بجسم الإنسان أو الحيوان اللي ناتج عن تعرضه لأجسام غريبة. بهاي الكائنات الحية الدقيقة في عندها جهاز مناعة داخلي بداخل الخلية اللي بواسطته بتحاول تحارب أجسام غريبة ممكن تأذيها. فمن بين وسائل الدفاع الذاتية تبعت الكائنات الدقيقة اللي ذكرناها بخلال دراستنا بالهندسة الوراثية كانت انزيمات التقييد restriction enzymes اللي هي انزيمات بتقطع بمواقع محددة على DNA فيروس أو بكتيريوفاج اللي اخترق خلية البكتيريا، وبالتالي بهذا الشكل خلية البكتيريا بتدافع عن حالها وبتمنع إمكانية دمج DNA الفيروس بداخل جينوم الخلية. وسيلة تانية حكينا عنها بدروس الهندسة الوراثية كانت كريسبر. كريسبر موقع اللي فيه خلية البكتيريا بتحفظ مقاطع من جزيئات DNA اخترقتها، جزيئات DNA لفيروسات اخترقتها بالسابق، وبحسب المقاطع DNA هاي بتبني جزيئات جدائل RNA مكملة إلها. وبالإضافة في عندها انزيمات الكاس وأهمها الكاس 9 اللي بتكون منظومة بنسميها كريسبر كاس 9 اللي مكونة من انزيم الكاس 9 مع جزيء الـ RNA. بمجرد ما اخترقها هاي البكتيريا فيروس معين، بمعنى انه ادخل الـ DNA تبعه، البكتيريا هاي بتبدأ بنسخ جدائل الـ RNA من مقاطع الـ DNA
اللي حفظتها تبعت هذا الفيروس اللي حفظتها بداخل الجينوم تبعها لما الفيروس هجمها بالسابق وبالتالي كونت ذاكرة مناعية. هاي الجدائل الار ان اي بترتبط بانزيم الكاس 9 وبتتحرك على طول الدي ان اي تبع الغريب اللي اخترقها تتوصل للموقع المكمل لجديلة الار ان اي وهناك بتقطع الدي ان اي تبع الفيروس وبتمنع اندماجه بجينوم الخلية وسيطرة على الخلية. اذا الخلايا البكتيريا كمان في عندها جهاز مناعة بس جهاز مناعة داخل خلوي وعندها ذاكرة مناعية اللي كيف ذكرنا هي مقاطع الدي ان اي اللي جمعتها من فيروسات هاجمتها بالسابق ودخلتها دمجتها بجينوم الخلوي تبعها الكروموزوم تبعها بمنطقة تسمى منطقة كريسبر. الإنسان والحيوان هو جسم معقد أكثر بكثير من خلية بكتيريا، هو مكون من المليارات من الخلايا، مكون من أنسجة مختلفة وعنده كمان آلية اللي بنسميها جهاز مناعة معقد التركيبة أكثر بكثير من الموجود بخلية البكتيريا اللي بتمكنه من إنه يحمي حاله بمعظم الحالات من أجسام غريبة ممكن تهاجمه إن كان سم إن كان فيروس إن كان بكتيريا وعن طريق جهاز المناعة اللي هو مكون من خلايا بتكون جهاز المناعة هذا بيبدأ الجسم يفرز مواد مختلفة ويشغل خلايا مختلفة ضد الجسم الغريب عشان يحد من إمكانية تكاثره وإخراجه من الجسم وتفكيكه وإخراجه من الجسم. فتعريف أساسية قبل ما نكمل حديثنا، في عنا إشي بنسميه باثوجين مسبب مرض وجسم غريب يسبب مرض عند اختراقه لجسم كائن حي لجسم حيوان أو جسم إنسان. وفي خمس أنواع من أو خمس مجموعات من مسببات المرض: البكتيريا، الفيروسات، طفيليات، فطريات، بريونات بريونز. بدناش نتعمق هنا بكل نوع من الأنواع اللي ذكرناها لأنه مش هذا الموضوع اللي احنا بدنا نفوت عليه، بس مهم نكون متذكرين أنواع مجموعات المسببات المرض. الأنتيجين هو كل عامل غريب بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى رد فعل مناعي ضده عند اختراقه للجسم. الأنتيجين ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون بروتين موجود على غشاء بكتيريا، ممكن يكون فيروس، ممكن يكون بروتين غريب فات على جسم الإنسان. إذن هو أي جسم غريب اللي هو مش من مكونات الجسم جسم الإنسان أو الحيوان واخترق هذا الجسم، فنتيجة لاختراقه للجسم بيصير في رد فعل مناعي للجسم بهدف تحليل والقضاء وإخراج الجسم الغريب هذا من الجسم الكائن الحي، وبالتالي هذا الجسم الغريب يسمى أنتيجين. طبقات الدفاع الثلاث لجهاز المناعة، نقدر نحكي إنه جسم الإنسان والحيوان في عنده ثلاث طبقات دفاع اللي بيشغلها بتتالي معين بالتوالي بحسب الضرورة. فالطبقة الأولى هو خط الدفاع الأول تبع الجسم، وظيفته منع دخول مسببات مرض للجسم، ومكون من مركبين أساسيين. الأول هو حاجز فيزيائي الجلد اللي مكون من خلايا إبيتيل اللي بتمنع اختراق أجسام غريبة من خلالها، وبالتالي هي حاجز فيزيائي. بالإضافة في الشعر في الأنف، الرموش، الميكروفيلي في الأمعاء اللي هي كلها مكونات بتمنع من كائنات غريبة أنها تخترق الجسم من خلال فتحات موجودة بالجسم. بالإضافة للحاجز الفيزيائي في حاجز كيميائي. الحاجز الكيميائي هو عبارة عن إفراز مواد مضادة للبكتيريا كإنزيم الليزوزيم اللي موجود بالدموع واللي مسؤول عن تحليل بكتيريا ممكن تمرق من خلال العينين.
انزيمات محللة للبروتينات كالبيبسين الموجود في المعدة واللي بحلل بروتينات مختلفة، بالتالي بيقدر يقاوم دخول فيروسات، والحامض القوي الموجود بالمعدة واللي بقضي على كائنات غريبة ممكن وبحللها ممكن من تفوت لجسمنا من خلال الغذاء بتوصل للمعدة، هناك بتركيز الحامض القوي بتم تحليلها. بالإضافة للحاجز الفيزيائي والكيميائي بنقدر نضم مع الحاجز الكيميائي الإشي اللي بنسميه الفلورا الطبيعية، واللي هي عبارة عن البكتيريا الجيدة الموجودة بجسمنا. جسمنا فيه عدد خلايا بكتيريا 10 أضعاف أكبر من عدد خلايا الجسم نفسه، وخلايا البكتيريا هاي كتير مهمة لجسمنا، لأنها من المهام اللي بتقوم فيها هي تحليل الغذاء وحمايتنا من خلايا بكتيريا غريبة وخطرة اللي ممكن تفوت لجسمنا. والمقدرة تبعتها على القيام بهذا الأمر هو من خلال منع بكتيريا غريبة وخطرة من إنها تتغذى على مكونات غذائية موجودة بجسم الإنسان أو الحيوان، لأنه هي موجودة بتركيز عالي وبتتكاثر وبتمنع توفر هاي المكونات الغذائية لخلايا أخرى، بكتيريا أخرى اللي ممكن تتكاثر بجسمنا. فكيف احنا شايفين بالرسم اللي قدامنا، في عنا جسم الإنسان، مكونات جسم الإنسان المختلفة، في مناطق مختلفة اللي من خلالها ممكن لكائنات غريبة إنها تخترق الجسم. الحاجز الأساسي لهاي العملية هي الجلد. بالمعدة كيف قلنا في عنا بيبسين وحامض قوي اللي بيمنع كائنات غريبة اللي ممكن تخترق جسمنا من خلال الغذاء اللي بنستهلكه. وبالأنف في عند الشعر اللي كمان بيجرب يمنع كائنات غريبة من إنها تخترق الجسم وتفوت لداخله. في حال نجاح مسبب مرض من اختراق خط الدفاع الأول يتم تفعيل جهاز المناعة. تفعيل جهاز المناعة الطبيعية هي طبقة الدفاع الثانية. إذا في عنا طبقة الدفاع الأولى اللي ذكرناها بالسابق اللي مكونة من الخط الطبقة الفيزيائية أو الجلد، وفي عندي الطبقة الكيميائية، هاي خط الدفاع الأول أو طبقة الدفاع الأول. بمجرد ما جسم غريب اخترق الجسم عن طريق مثلا جروح بالجلد أو عن طريق الغذاء أو عن طريق التنفس، في عنا خط دفاع تاني أو طبقة دفاع تاني اللي هي جهاز المناعة الطبيعية. وهون راح نحكي عن نوعين من أجهزة المناعة. هذا الجهاز الأول، جهاز المناعة الطبيعية يفعل ضد الجسم الغريب اللي اخترق جسمنا إذا تم القضاء على مسبب المرض، البكتيريا أو الفيروس أو غيره. انتهت العملية. إذا لم يتم القضاء على مسبب المرض يتم تفعيل جهاز المناعة المكتسبة، وهي طبقة الدفاع الثالثة. إذن طبقة الدفاع الثالثة راح نحكي عنها لقدام، هي جهاز المناعة المكتسبة اللي يكتسبها الجسم خلال حياته، إن كان الإنسان أو الحيوان، نتيجة لتعرضه لعوامل لمسببات مرض مختلفة. جهاز المناعة الطبيعية هي جهاز المناعة اللي بيخلق معه الجسم ويكون موجود بمجرد ما خلق، هو انتقائي أقل بكتير، هو مش انتقائي لمسببات مرض معينة. جهاز المناعة المكتسبة انتقائي لمسببات مرض مختلفة، يعني مثلا إذا فيروس اخترق الجسم
جهاز المناعة المكتسبة، الجسم يطور ذاكرة مناعية رح نحكي عنها لقدام، وبالتالي بيصير عند هذا الجسم جهاز مناعة مكتسبة ضد الفيروس اللي اخترقه بالسابق، وبالتالي إذا هذا الفيروس أعاد اختراق الجسم ثانية الجسم بيكون جاهز إنه يدافع عن حاله ويقضي على الفيروس. لأنه جهاز المناعة الطبيعية غير انتقائي مثل جهاز المناعة المكتسبة، فالنجاعة تبعته بالقضاء على مسببات أمراض أقل بكتير، وهي الخطورة بالتعرض لفيروس جديد اللي ما تعرضتش إله البشرية بالسابق، مثل مثلا فيروس الكورونا أو النوع المعين من فيروس الكورونا اللي نتعرض له اليوم سارس كوف 2. لأنه البني آدمين فيش عندهم جهاز مناعة مكتسبة ضد هذا الفيروس، والطريقة الوحيدة تبعتهم للدفاع عن حالهم هي أو بالحماية الفيزيائية أو الكيميائية ضد هذا الفيروس بطبقة الدفاع الأولى، أو بالجهاز المناعة الطبيعية اللي هو مش انتقائي، وبالتالي نجاعة عمله ضد هذا الفيروس منخفضة. طبقة الدفاع الثالث جهاز المناعة المكتسبة مكون من خلايا ليمفوتسيتية من نوعين T و B، وهاي الخلايا تتواجد في الغدد الليمفاوية وفي الطحال. أعضاء جهاز المناعة، جهاز المناعة مبني من أعضاء ليمفوئيدات أولية وثانوية وأنسجة ليمفوئيدية. الأعضاء الليمفوئيدية الأولية مكون من النخاع العظمي، نسيج في الفراغ داخل العظام، بداخله تتم عمليات هيماتوبويسيز اللي هي عملية إنتاج وتمايز خلايا دم حمراء وبيضاء من خلايا جذعية. خلايا جذعية هي خلايا غير متمايزة اللي ممكن أن تتمايز لأي نوع من خلايا الجسم، خلايا جهاز المناعة. النخاع العظمي موجود بداخل العظام، بالإضافة للعضو الليمفوئيدي الثاني هو غدة التيموس، وموجودة في القفص الصدري. غدة التيموس موجودة بالقفص الصدري بالقرب من القلب، مسؤولة عن عملية تمايز خلايا ليمفوتسيتية تي، رح نحكي عنها لقدام. ينخفض نشاطها تدريجيا بعد مرحلة الطفولة. في هذه الغدة تحلل خلايا تي التي يمكن تحلل خلايا تي التي يمكن أن تهاجم أنتيجينات ذاتية في الجسم، وبالتالي تعمل مشكلة بجهاز المناعة. إذن في عندي النخاع العظمي اللي هو موجود في التجويف الموجود بداخل العظام، في عندي غدة التيموس اللي هي من مكونات الأعضاء من الأعضاء الليمفوئيدية الأولية. الأعضاء الليمفوئيدية الثانوية مكونة من الأوعية الليمفاوية، وهي مجموعة من الأوعية الممتدة في الجسم إلى جانب الأوعية الدموية، توصل بين الأعضاء الليمفوية وبين السائل الليمفاوي وسائل الدم، تجمع عوامل أمراض من أنسجة الجسم إلى الغدد الليمفاوية والسائل الليمفاوي الخارج من الغدد، يحمل إلى الدم ليمفوسيتات فعالة بالإضافة لمركبات أخرى. بدنا ناخذ استراحة قصيرة بعدين بنكمل عرض مكونات جهاز المناعة، بعدين بنعمل سيكوم عن مكونات جهاز المناعة، لأنه بدناش مجرد نذكر المكونات هاي ذكر مجرد حفظ، بدنا نفهم كل عضو من هاي الأعضاء شو وظيفته. ناخد استراحة 10 دقائق ونكمل بعد الاستراحة.
طيب رجعنا من الاستراحة، كنا نحكي عن أعضاء جهاز المناعة. بس ملاحظة هيك سريعة، عرض أعضاء جهاز المناعة هدفه أنه تتعرفوا على وين كل عملية بتصير، وين بتم، كيف الجهاز بيقدر يدافع عن حاله، كيف المكونات المختلفة تبعت جهاز المناعة بتشتغل. بس مش يعني مش متوقع أنه تكون بحاجة تحفظوا كل المصطلحات، مهم تكونوا فاهمين هاي المصطلحات. فكيف قلنا في عنا الأعضاء الليمفاوية، الليمفوئيدية الأولية، قلنا النخاع العظمي، سعم نحكي عن زيادة شوي عن النخاع العظمي. النخاع العظمي هو نسيج موجود بالفراغ بداخل العظام، وفيه بتم بناء خلايا دم الحمراء وخلايا دم البيضاء بأنواعها المختلفة، من خلايا جذعية من نوع معين اللي تبدأ بالتمايز بهاي المنطقة لتكوين خلايا الدم. طبعا هاي عملية كتير مهمة، عملية اللي بتتم بشكل يومي، كل الوقت جسمنا بيقوم ببناء خلايا دم من بداخل النخاع العظمي. أي خلل ممكن يكون يؤدي لخلل كبير بالجسم. غدة التيموس موجودة كيف قلنا بالقفص الصدري، مسؤولة عن عملية تمايز الخلايا الليمفوسيتية من نوع T، وكمان شوي بنحكي عن الزبط يعني تمايز خلايا الليمفوسيتية من نوع T. تمايز خلايا الليمفوسيتية من نوع T هو العملية اللي بتؤدي لتخصصية هاي الخلايا بمهاجمة مسببات مرض بتهاجم الجسم. وعملية التمايز هاي بتتم بداخل الغدة، غدة التيموس. هاي الغدة ينخفض نشاطها تدريجيا بعد مرحلة الطفولة، وبس كمان شوي نحكي على الزبط ايش هذا الاشي بيعني للبالغين بالعمر، وكيف عملية كيف جهاز المناعة بيشتغل عند البالغين بالعمر باختلاف الأطفال. بالإضافة في هاي الغدة تحلل خلايا تي التي يمكن أن تهاجم أنتيجينات ذاتية في الجسم. بعض الأجسام ممكن تكون خلايا وأجسام مضادة اللي بتهاجم مجموعات كيميائية بروتينات موجودة بالجسم نفسه، وبالتالي هذا بيؤدي لمشكلة بجهاز المناعة، إنه جهاز المناعة بيهاجم مركبات الجسم، وهي مشكلة اللي ممكن يكون سببها وراثي وممكن تؤدي لمشاكل صحية كبيرة. فالغدة، الغدة التيموس مسؤولة عن تحليل الخلايا التي اللي بيتضح إنه في عنده المقدرة على مهاجمة مجموعات كيميائية موجودة على مكونات الجسم نفسه. كيف شفنا بالرسم، غدة التيموس موجودة بمركز القفص الصدري بمنطقة قريبة للقلب. النخاع العظمي موجود عند البالغين بالأساس بالعظام الكبيرة، بداخل العظام الكبيرة. عند الأطفال موجودة بكل العظام، وبالتالي موجود بالأساس بمنطقة الإجر، بمنطقة الإيدين، وين في عظام طويلة. الأعضاء الليمفوئيدية الثانوية تتشكل من الأوعية الليمفاوية اللي هو بشكل بيشبه مجرى الدم، في سائل ليمفاوي يتحرك بمكبيل أو بالتوازي مع تحرك السائل الدم أو مجرى الدم. وهذا هاي العملية بتتم من خلال مجموعة من الأوعية أو الأنابيب الممتدة في على طول الجسم إلى جانب الأوعية الدموية. بداخل هاي الأوعية بتتحرك السائل الليمفاوي،
والأوعية هاي بتوصل بين الأعضاء الليمفاوية المختلفة الموجودة بالجسم وبين سائل الدم نفسه. الأوعية الليمفاوية اللي بتحرك فيها السائل الليمفاوي تجمع من أعضاء الجسم المختلفة عوامل أمراض، مسببات أمراض من أنسجة الجسم المختلفة، وبتوصلن للغدد الليمفاوية. السائل الليمفاوي اللي بيوصل بيخرج من الغدد الليمفاوية يحمل إلى الدم ليمفوسيتات فعالة بالإضافة لمركبات أخرى. يعني السائل بيخرج من الغدد الليمفاوية اللي فيها تتكون مركبات جهاز المناعة، وبيحمل لمجرى الدم ليمفوسيتات، خلايا ليمفوسيتية مختلفة فعالة اللي هدفها محاربة أجسام غريبة موجودة ممكن تهاجم الجسم، وبأخذ من الجسم وبيجيب من الجسم للغدد الليمفاوية مسببات أمراض مختلفة اللي بيجمعها من أنحاء الجسم المختلفة. بالرسم الموجود قدامنا بنقدر نشوف إنه في عندي على طول الجسم تمتد أوعية أو خيوط اللي هي عبارة عن الأوعية الليمفاوية تتحرك إلى الغدد الليمفاوية المختلفة الموجودة بالجسم، وتنتشر كيف شايفين بكل الجسم. الغدد الليمفاوية نفسها هي عبارة هي تتواجد في مناطق الجسم المختلفة منتشرة بالجسم، تجمع مسببات المرض اللي وصلت من خلال الأوعية الليمفاوية من خلال السائل الليمفاوي من المناطق المختلفة بالجسم، وبداخلها يتم تفعيل رد فعل مناعي تخصصي ضد الأنتيجينات الغريبة تبعت مسببات المرض، وبالتالي بهذا الشكل بيتم تطوير الليمفوسيتات أو خلايا الليمفوسيتية اللي موجهة ضد مسببات المرض هاي. إذن الأوعية الليمفاوية المنتشرة بكل الجسم تجمع من أنحاء الجسم المختلفة مسببات مرض قد تكون اخترقت الجسم، تجلبها للغدد الليمفاوية. بداخل الغدد الليمفاوية تبدأ الغدد الليمفاوية بتفعيل رد فعل مناعي تخصصي ضد الأنتيجينات الغريبة الموجودة على مسببات المرض هاي، ومن الغدد الليمفاوية يتم نشر الخلايا الليمفوسيتية الفعالة ضد مسببات المرض من خلال السائل الليمفاوي إلى أنحاء الجسم المختلفة لمحاربة والقضاء على مسببات المرض. العضو الليمفوئيدي الثالث هو الطحال، يتواجد في البطن كيف شايفين بالرسم خلف المعدة، يعني بالجهة الخلفية من الجسم، يعالج مسببات المرض التي دخلت من خلال مجرى الدم، يعني مسببات مرض اللي اخترقت الجسم نتيجة ل جرح معين موجود بالجسم اللي من خلاله فات فيروس أو بكتيريا، تتجمع مسببات المرض هاي بالطحال، يحدث بداخله تفاعلات مناعية متعددة تشمل بالأساس على نشاط ليمفوسيتات أو خلايا ليمفوسيتية التي تتميز ضد مسببات المرض اللي اخترقت الجسم من خلال مجرى الدم. إذن الأوعية الدموية تجمع مسببات المرض إلى داخل الغدد الليمفاوية، بداخلها بيصير رد فعل مناعي، ينتشر مركبات رد الفعل المناعي من خلال الأوعية الدموية إلى باقي مكونات مركبات الجسم بهدف محاربة مسببات المرض. إلى الطحال تصل مسببات المرض التي
دخلت الجسم من خلال مجرى الدم وبنتيجة لذلك يحدث بداخله تفاعلات مناعية متعددة كتفعيل خلايا الليمفوسيتية ضد مسببات المرض. الأنسجة الليمفوئيدية هي جزء من أجهزة الجسم المكشوفة للخارج كجهاز الهضم، جهاز التنفس، جهاز الأعضاء الجنسية، هدفها تشخيص دخول عوامل غريبة وضارة للجسم وتفعيل رد الفعل المناعي. إذن كتلخيص للي ذكرناه نقدر نقول إنه أعضاء جهاز المناعة مكونة من الأعضاء الليمفوئيدية الأولية، النخاع العظمي، غدة التيموس حيث يتم تكوين خلايا الدم الحمراء البيضاء، خلايا الدم البيضاء، وفيها يتم في غدة التيموس يتم تمايز خلايا الليمفوسيتية تي اللي تعمل لمحاربة مسببات مرض ممكنة قد تخترق الجسم. الأعضاء الليمفوئيدية الثانوية منتشرة في الجسم وإلها ثلاث مركبات: الأوعية الليمفوئيدية التي تنشر ينتشر من خلالها ويتحرك من خلالها السائل الليمفاوي. السائل الليمفاوي مسؤول عن إحضار مسببات المرض اللي ممكن تكون اخترقت الجسم إلى الغدد الليمفاوية، ونقل أو نشر ليمفوسيتات موجهة ضد مسببات مرض من الغدد الليمفاوية حيث تتكون هاي الليمفوسيتات إلى باقي أنحاء الجسم. الغدد الليمفاوية كيف قلنا فيها يتم رد فعل مناعي تخصصي ضد مسببات المرض، أنتيجينات موجودة على مسببات المرض اللي وصلت للغدد الليمفاوية من خلال الأوعية الدموية، ويتم تفعيل جهاز المناعة وإنتاج خلايا الليمفوسيتية تخصصية ضد مسببات المرض ونشرها من خلال الأوعية الليمفاوية بالجسم. وبالطحال يتم إحضار مسببات مرض اخترقت الجسم من خلال الدم، مجرى الدم يتم إحضارها للطحال، وهناك بيكون في رد فعل مناعي أو رد فعل مناعي ضد مسببات المرض هاي، وبيشمل رد فعل مناعي تنشيط خلايا الليمفوسيتية ضد مسببات المرض. والقسم الثالث من هو الأنسجة الليمفوئيدية الموجودة بأقسام مكشوفة من الجسم مثل جهاز الهضم، جهاز التنفس، جهاز الأعضاء التنفس الجنسية، حيث يمكن لعوامل ناقلة للأمراض مسببات أمراض إنها تخترق الجسم من خلال هاي المناطق المفتوحة لداخل الجسم. وبالتالي الأنسجة الموجودة بهاي المناطق، الأنسجة الليمفوئيدية الموجودة بهاي المناطق تشخص دخول عوامل غريبة وتفعل رد فعل مناعي ضد هاي العوامل الغريبة. تطور خلايا دم من خلايا جذعية مكونة للدم. خلايا جذعية هي خلايا غير متمايزة اللي ممكن أن تتمايز لأي نوع خلايا بالجسم. النوع المعين من الخلايا الجذعية المكونة للدم اللي بنسميها هيماتوبويتيك ستيم سيلز هي عبارة عن خلايا جذعية اللي ممكن أن تتمايز لأي نوع من أنواع خلايا الدم اللي بحاجة إلى جسمنا، من خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين للأنسجة المختلفة في الجسم، للخلايا المختلفة في الجسم، وتصفية الأنسجة هاي من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم إفرازه نتيجة للعمليات الأيض التي تتم في الخلايا.
وعملية تكوين الخلايا تسمى هيماتوبويسيز، وهي عملية كيف ذكرنا تتم في النخاع العظمي من خلايا جذعية مكونة للدم. هذه الخلايا تكون خطي خلايا، خط الخلايا الميلوئيدية أو النخاعية بالعربي تسمى أيضا، وتنتج المناعة الطبيعية. هاي الخط الخلايا الميلوئيدية المسؤول عن إنتاج المناعة الطبيعية، تطور منها خلايا دم، خلايا الدم الحمراء، صفائح الدم الذي وظيفتها تكوين تخثرات لوقف النزيف في حالة وجود نزيف، وخلايا الدم البيضاء البالعة اللي راح نحكي عنها لقدام. خط الخلايا الليمفويدية، إذا عندنا خط الخلايا الليمفويدية تنتج المناعة المكتسبة. النوع الثاني طبعا من خطوط الخلايا قلنا خط الميلوئيدية، والخط الليمفويدية تنتج المناعة المكتسبة، ومنها تنتج الخلايا الليمفوسيتية المختلفة الموجهة ضد مسببات أمراض مختلفة. بالرسم الموجود قدامنا بنقدر نشوف خلايا جذع اللي تتميز إلى خلايا ليمفوئيدية أو ميلوئيدية. خلايا الليمفوئيدية تتميز إلى خلايا قاتلة أو خلايا دم بيضاء بالعة، أو إلى خلايا دم ستيم سيلز، خلايا الليمفوسيتية، بينما الخلايا الميلوئيدية تتميز إلى الخلايا البالعة، إريتروسيتات، خلايا دم حمراء، وأنواع الخلايا المختلفة المكونة لجهاز المناعة اللي راح نحكي عنها بتوسع لقدام. بالفيلم اللي قدامنا في عنا شرح عن تركيبة الدم، از تركيبة كيف شايفين بالفيلم، تركيبة الدم مشروحة بشكل مبسط بهذا الفيلم. كيف شايفين في عنا العظم اللي بداخله النخاع العظمي اللي فيه خلايا جذعية مسؤولة عن تكون خلايا الدم المختلفة، منها خلايا الدم الحمراء اللي كل الوقت مستمر بالتطور بداخل الجسم. تركيبة الدم هي عبارة عن خلايا بتحتوي على 45% خلايا دم حمراء، 1% خلايا دم بيضاء، وخلايا مانعة للتخثر، و 55% سائل البلازما اللي هو محلول يحتوي على المكونات الخلايا المختلفة. بعد ما وصلنا لنهاية الدرس، في عندي كمان فيلم رايحين نشوفه بالدرس القادم اللي فيه بنحكي عن عملية تكوين خلايا الدم بالنخاع العظمي. فيلم قصير مدته دقيقتين اللي بيفرجينا أنواع خلايا الدم المختلفة اللي تتكون بالنخاع العظمي. فمنكمل الموضوع تبعنا بالدرس القادم. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء بدرسنا القادم.